الله الرحمن الرحيم. اولا انا كفاعل جمعوي وكعضو من اعضاء جمعيه المطردين من الجزائر نطالب الجهات المسؤوله رئيس المجلس البلدي والسيد باشا المدينه من اجل رفع الحيف والظلم، لانه على طوال النهار وهذا الحرب كيشرع علينا هنا، وبلغنا عده مسؤولين ولا حياه لمن تولي. لذلك كنطالبوا الجهات المسؤوله باش يرفعوا علينا هالحيف وهالظلم ديال واد الحار، وحنا واحد المجموعه ديال السكان، عندنا الدراري الصغار وعندنا الناس كبار، وكضرنا هاد الريحه كضر هاد السكان هادو. كنطلبوا من السيد العامل حتى هو يشوف بعين النظر، لانه بلغنا عده رسائل وعده لا حياه لمن تولي، واش ما كانش شي غيور على هاد المنطقه مالها، ما عندناش ما ادري ما كنعرفش انا واش هاد الناس كاين شي ناس غيورين على هاد المنطقه ولا ما كاينينش، لان حنا كابناء اهالي المنطقه وغيورين عليها منذ 24 ولا 25 سنه ملي جينا هنايا، وحنا غيورين على هاد المنطقه. كنشوفوا هاد الواد الحار اللي كيجي صباح المساء، واش هاد السلطه ما كتاخذش بعين النظر ديال هاد الواد الحار؟ هاد السيد رئيس مجلس بلدي والسيد العامل والسيد باشا ما عندوش الحق باش يرفع علينا هاد الحيف وهاد الظلم، لان كنعيشوا واحد الضرر كبير صباح المساء، ما نقدروا نحلوا لا سراج لا يديك لا هم يحزنون. والواد الحار دائما كيجري هنايا، وحنا واحد المجموعه سكنيه ساكنين هنا بوليدتنا والعائله ديالنا كامله. واش هاد الناس ما غاديش يغيروا لنا؟ الدليل ديال السكان هنا تقريبا هنا واحد المجموعه ديال 45 ولا 46 دار اللي كاين هنا، كلهم كيضروا بهذا الواد الحار هذا. قدمتوا شكايات؟ بلغنا السيد الباشا وبلغنا السيد رئيس مجلس البلدي، ورسلوا واحد المجموعه تقنيه هنايا داروا عليه الشطب، هما كما كتلاحظون هما داروا عليه الشطب هنايا، هما كما تلاحظون داروا عليه الشطب ومشاو بحال. واش هذا هو العمل الدؤوب؟ هذا هو العمل ديال الدوله؟ داروا عليه الشطب ومشاو بحالهم. قال لك راه درنا لاميناجمون ديال الحار، فين راه هذا لاميناجمون ديال الحار؟ فعلا تعطات لاميناجمون، ولكن لاميناجمون ديال الحار ما كانش لحد الان. كنطالبوا المسؤولين باش يرفعوا لنا هذا الحيف وهذا الظلم، لان ماشي من غير المعقول انه واد الحار قدام واحد المجموعه سكنيه اللي هي ساكنه هنا منذ 25 سنه. اكسبوا باش تحرك في الاونه الاخيره هو انه الزياره الملكيه اللي هي على الابواب واللي غتبدا من مدينه وجده وغتجي لمدينه ناظور، ربما انه حتى مدينه درفش ان شاء الله، واللي كنطلبوا من الله العلي العظيم بلي ان تشملها الزياره الملكيه باش تنمى هالمنطقه وتعطي عده مشاريع، لانه الناس السكان ديال درفش متجهين لهذه الزياره الملكيه. كيف كانت هذه الحاله سي يعقوب قبل ما قبل الزياره الملكيه كانت هذه الحاله يوثى لها كما كتشوفوا الصور ها هما الصور ها هما الانقاذ والاسباب كتشوفوها وعلى مقرب على مقربه من الواد الحار. كنتمنوا من الله العلي القدير بانه هذه المنطقه هذه تشملها الزياره الملكيه باش تاخذ واحد الابعاد اللي هي ابعاد ديال التنميه كما وعدها جلاله الملك محمد السادس نصره الله. لذلك نطالب الجهات المسؤوله واجدد كذلك مره اخرى بان تشمل هذه المنطقه منطقه الدريوش وباقي المناطق الاخرى الزياره الملكيه، لان هذه الزياره الملكيه فيها بركه وفيها واحد الدواء كبير وفيها واحد التنميه لهالاقاليم اللي المواطنين والساكنه ديال قبيله مطالصه كيستناو هذه الزياره الملكيه بفارغ الصبر، وجددوها كذلك لانه لا حياه لمن لا تنادي هنا. لذلك نطالب مره اخرى بالزياره الملكيه، واللي ان شاء الله غادي يكون عندها واحد الحظ وافر وتكون عندها حتى هي واحد التنميه شامله اللي غادي تشملها هذه الزياره الملكيه ان شاء الله. ونطلبوا انه ان شاء الله يستجب صاحب الجلال هذا الدعاء ديالنا ولهذ الساكنه اللي هي ان شاء الله مبتهجه واحد الابتهاج كبير وواحد السرور عظيم، بان تشمل هذه الزياره الملكيه واللي فعلا كيجي معه واحد الخير من تنميه اقتصاديه واجتماعيه ورياضيه وطبيه كذلك ان شاء الله، اللي فعلا اللي هي جات قامت بالدور ديالها، واللي كتقوم منذ ان وطأت اقدامها الدرفش كتقوم بواحد الدور كبير وواحد الدور ايجابي من اجل الابلاغ واعطاء صوره للراي العام المحلي والوطني ولما نقول حتى الدولي بان تعطي صوره شامله لهذه الصحراء التي هي كاده وجاده في جميع مجالاتها من اجل اعطاء صوره واضحه وايصال رايها الى المواطن والى السلطات العموميه بهذا الاقليم. تعصبتينيش؟